السلام عليكم. انا غنعاود لكم الواقعه اللي كانت نهار الثلاثاء مع الزوج مع زوج النهار. العيل قالوا اختفى صانوا عليا، انا كنت خدام، قالوا لي تشوف شنو يكون تما مع المدرسه ولا مع التلاميذ. مشيت انا مع المدرسه، العيل ما كاينش. ديك الساعه مع الخمسه د العشيه تشوفوا كانوا عندهم هنايا الطراكس، اصطم على ديك الزنقه د البير في الرعاشي شويه. ديك العيال جا وصطم على ديك الزنقه، هو مع الخمسه د العشيه هبطوا التليفون في ديك البير، جبروا العيل في البير. مع الوحدة الليل جا واحد متطوع محمد قال لهم غنهود، ما بغاوش يخليوه، عاود لهم مرة ثانية وهود، قال لهم غنهود على راسي ما خلاوهش، وهود على رجله، هود 30 متر وصل لواحد الحجرة، هود غير من هنايا من الحجرة تاع، هو ديك الولد تاع من الحجرة بجوج متر، وديك محمد هود حتى لهنايا. وقال لهم هو هابط على حساب 60 متر ماشي 30 متر، والعال غير في 32 متر، هو ود واقف ما كيشوفش شنو يتاح منه. قال لهم رجعوني على راسي ما بغاوش، وانا قلت للمرقيق على ديك الدري هبطوني حتى هما ما بغاوش. وهاد النهار هذه البارح من 10 الصباح وحنا كنرغبوا فيهم يهبطوا ديك الدري ولا انا يهبطونا على راسنا، حقاش غير 32 متر نوصلوا غير للحجره غنشوفوا الدري، نقدر نطلعوه باي حاجه، نقدر نقيلوا شي حاجه الحبل كذا نطلعه. هو الدري دابا جالس ولكن ما بغاوش يخليونا. النهار في الصباح بغاو يهبطوني انايا، جيت لعندهم قلت لهم شني غنقي غنهود لعند الدري، غنقيلو غنهود على راسي، قالوا لي صافي غنهود. بقاو خمسة دقائق وما خلونيش نهود، ما بغاوش يخلوني نهود. هادشي اللي كاين. شنو كتمنى للطفل الرياضي؟ كنتمنى له النجاة ويخرج الوالدين ديالو على السلام. الوالدين ديالو دابا مساكن بحالة لا يرتى لها. الأم ديالو ثلاث أيام ما نعستش مصدومة، الأب ديالو ما عندك شنو نقول لك. أنت كتسكن معاه في الدوار؟ أنا كنسكن معاه هنايا قريب عليهم في الدوار. ما بغاوش يخلوني نهود، المهم لا وقعت شي حاجة هما السبب، حنايا درنا اللي علينا بغينا نهبطوا. أنا ثلاث أيام وأنا كنقول لهم نهود. ثلاث ايام وانا ما ناعس ما والو، كنقول لهم ناود ما بغاوش يخليني نهبط. يعني هادشي عارف راسك بانك متاكد؟ انا عارف راسي ومأكد بانني غنطلعو، لو كنت هوت على راسي كنت غنطلعو. هو في 32 متر يعني تحت واحد الحجره شويه، كنت غنهود غنلحق الدري. هذيك الحجره شكون اللي قال لكم هذيك الحجره راه كاينه؟ الحجره هود ديك متطوع هود ليله وصل ليله حتى لهنايا، هود واقف وصلت لنا بقى كيضحك معاه تفرع مني هنايا. ولو كان هود على راسو متطوع واش ارقم منك انت ولا اغلط منك؟ لا اغلط مني واحد شويه، اغلط مني واحد شويه، اغلط منك. عضومه ديالو كبار، لا داكشي ما هوت. لو كان هو رجعوه على راسو كان يلحقوا، او رجعوني انايا نهود على راسي كنت غنلحقوا، كنت غنشوفوا غنشوفوا قريب عليا. هو تحت مني غير بجوج متر، هو هود 30 متر وبقى جوج متر ما خلاوهش يرجع. يعني دابا كتقول الطريقه اللي هودوا بها طريقه غلطه؟ طريقه غلطه، حقاش ما غايشوف شي تحت منه، غايهود واقف، خصو يهود على راسو باش كيشوف شني كاين لتحت. يقدر هو اخر كان هابط على حساب 60 متر ماشي 30 متر، هو وصل في 30 متر ورجع كان باقي له غير 2 متر ويوصل ما خلاوهاش يكمل. قال لهم رجعوني على راسي ما بغاوش، وانا ثلاث ايام وانا هنايا كنقول لهم هبطوني، واصلا ضعيف غير الكابات هما اللي منفقين. مع من دويتي انت؟ مع من دويتي؟ دويت مع السلطات، مع شي هنايا كلشي دويت معاه. كيقولوا لي لا ما نخاطروش غادي طيح التراب على الود، اصلا الود مخبع مع الحجره، واخا طيح التراب ما غاتجيش عليه تحمل الحجره بجوج متر. ولكن ملي التراب غيطيح على الطبيب علاش ما طاحش النوبه الاولى اللي هودوا خمسه؟ هما خمسه الناس، واحد هود عنده التنفس، هود 28 متر عنده التنفس ناقص، وقال هو التنفس عنده التنفس ناقص، هو قال بانه غال، هو ما غالش، هو تخناق. ولو كان هوت انا ولا ديك محمد يكون هوت التنفس، هو هوت 30 متر وقال بانه عادي كيهضر معاهم عادي، لا شيء ما كاين حتى شي حاجه عادي بحال اللي هنا. هو الدري ثلاث ايام تما ما وقع له والو، واصلا كاين الاكسجين تما هبط الاكسجين، يعني انا غنهود ما غيوقع لي والو، 10 دقائق ما غيوقع فيها والو، واخا نعلق راسي في 10 دقائق ما غنموتش. هذوك الحالات اللي هبطوا كاين فيهم شي حاله اللي كان عندها اختناق؟ الحالات اللي هبطوا كاينه واحد الحاله كان عندها اختناق، هو عنده الاكسجين ضعيف، ديك الدري اللي هود عنده الاكسجين ضعيف باش تخنق. ربما هادشي علاش خافوا عليك انت واقيلا؟ ربما هادشي انا الاكسجين ديالي عادي نقدر نهود، هو اصلا العائل عايش تما، واصلا الاكسجين متلوق تما، فهمتي ولا؟ نقدر نهود ونقدر نطلعو ولكن ما خلاونيش. دير شي دعوه للريان ان شاء الله. الله يجعل الله يخرج بالسلامه، وحنا كاملين بينا كنستناوه، مغاربه كامله كتستناه داخل الوطن وخارج الوطن،
وكان نقول الوادين ديالو يصبروا ان شاء الله غيخرج بسلام وشكرا.